أقيمت بمحافظة سوهاج أعمال المرحلة الثانية من فعاليات مبادرة التعليم حياة، والتي تضم محافظتي سوهاج والبحيرة، وتنظمها مؤسسة حياة كريمة بهدف توفير بنية تكنولوجية للمدارس وتزويدها بخدمة الإنترنت. المبادرة تستهدف تدريب 100 طالب بمشاركة إحدى المؤسسات لإتاحة التعليم الرقمي داخل عدد من المدارس في قرى حياة كريمة، مع رفع كفاءة البنية التحتية الخاصة بشبكة المحمولة. احنا الان متواجدين في مدرسه الواحليه الاعداديه، بنحاول جبنا طبعا اجهزه جديده طبعا للمدرسه، بنحاول المدرسه للتحول الرقمي، بنعلم ازاي الطالب المصري يبقى قاعد في المدرسه او في المنزل، يعرف يدخل على المنهج طبعا ان هو بالممارسه بتاعته على الفيسبوك او جوجل او جميع البرامج. خدنا النهارده ازاي نخش على المنصه وازاي نستفيد منها وازاي نتحكم فيها وازاي نعمل باسورد قوي عشان ما حدش يتحكم عليه او يهكر المنصه بتاعتنا، وبرضه خدنا كورسات وتقويه جيده يعني وقوه اللغه الضعيفه. المنصه دي بتساعد للطلاب انهم يوصلوا للمناهج الدراسيه لكافة المراحل التعليمية، بتوفر عليهم الوقت في المذاكرة في عن طريق سرعة إيجاد المعلومات، كمان بتساعدهم ان هم يمحوا ظاهرة الدروس الخصوصية، ان هو كل المعلومات والمدرسين اللي هم محتاجينهم بيشرحوا لهم بيبقوا موجودين معاهم على المنصة، فدي حاجة مفيدة جدا، الطلاب مبسوطين من كده وأولياء الأمور كمان سعداء جدا بحاجة زي كده في القرية. ضمن مبادرات مؤسسة حياة كريمة ان احنا نقدر نأهل الطلبة دي على التواكب وعلى المواكبة التكنولوجية ومواكبة العصر وتبقى على قدر مستطاع من المعرفة التحول الرقمي وكده. الهدف المبادرة دي التحول الرقمي للمدرسة بالكامل، انترنت مفتوح، أجهزة حديثة وأجهزة، وكان في قبل كده حصلت دورة تدريبية للمدرسين التكنولوجيين اللي هم خاصين بالمعامل الإلكترونية بالمدارس. نشكر حياة كريمة على ما قامت به من جهد وتعليم الطلاب على التكنولوجيا الحديثة، وكل طالب عندنا بقى يعمل أمي لنفسه وبتاع، وفي تقدم ملموس.